جو من الآخر الربع. لا تفوتوا هالجزيرة، مو لا تفوتوها. الاخر لو في مطر وناسه الجبل امطار كيف بسوي الحين؟ كيف بروح انا؟ كيف زيت ريان؟ الجو صراحة من الآخر ما عليك. ايش رايكم؟ وناس مشكلة إذا طلعت رحلة، والرحلة فيها يا هال معناتها لا بتهنى برقاد، لا بتهنى بكر، ولا بتهنى بسيرة. اليوم الجو من الآخر فانتاستك، يعني اليوم موضوعك في الروب اللي تبغى تسهر وتطلع. هذا طبعا يقدر ولو جزر صراحة كان أيام روعة.
عن السفر والأغراض وشليناهم والشنط وجمعناهم وختامية سنيكرز.